ونبدأ بأول سؤال الأستاذ أحمد من الأليوبية. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. تحية طيبة ومباركة من عند الله من أهل احترام والتقدير لشخص حضرتكم الكريم دكتور عمرو. على راسي يا سيدي، اتفضل يا سيدي. كل الاحترام، شكرا جزيلا، وكل الاحترام والتقدير، وهم الجنود المجهولون، فريق العمل الذي برفقة حضراتكم. شكرا لحضرتك، انا بشكركم. بمناسبه بشكر استاذ احمد، وبشكر استاذ، بشكر الشيخ محمد، بشكر الاستاذ ايمي، كلهم. ما حكم الشرع في صلاه السيدات الجمعه في المساجد؟ هذه واحده. الثانيه، والدي رجل مسن طعن في السن ولم يستطع النزول الى المسجد لصلاه الجمعه. نعم. فهل يجوز أن يصلي الجمعة على إمام في التلفزيون أو في الراديو؟ أجاوب على حضرتك. حاضر. ألو؟ أجاوب على حضرتك يا أستاذ أحمد. أجاوب على حضرتك يا أستاذ أحمد. طيب أستاذ أحمد، إحنا عندنا سؤالين. السؤال الأولاني سؤال بيتكلم فيه عن صلاة السيدات في المسجد جائزة، يعني صلاة السيدات في المسجد جائزة وليست واجبة عليهن، لأن جزء من شروط، وكأن السؤالين في شروط وجوب الجمعة. الشرط الأولاني من الشروط وجوب صلاة الجمعة الذكور، فالسيدات لا يجب عليهن صلاة الجمعة، ويبقى الحال إيه؟ طب هم إذا صلوا الجمعة ده جائز بالنسبة لهم، جائز إن هي لو راحت وصلت الجمعة فده جائز ومشروع، وما حدش يجي يقول لهم لا أنتوا مش واجب عليكم الصلاة فممنوعين من الصلاة. في بعض الناس وبعض الأفكار كانت كده، وده كلام فاسد ومش صحيح. لا، يجوز لهن أن يصلين الجمعة في المساجد. الأمر الثاني، والد حضرتك كمان احنا عندنا من شروط صحة الصلاة الصحة، هو دلوقتي هو شروط وجوب الجمعة، فهو لا يجب عليه صلاة الجمعة، هو لا تجب عليه، فهو يصلي صلاة الظهر. ما فيش مانع انه يسمع في الراديو الخطبة، يشوف الخطبة في التلفزيون، بس هو ما يجبش عليه. واللي احنا بنفتي بيه ان هو السيد احمد بن الصديق الغماري كان ذهب الى مساله ان هو الى جواز ان انت ممكن تأتم بامام في المذيعه، بس ليس هذا ما ليس عليه الفتوى في مصر. اللي عليه الفتوى في مصر ان انت تصلي صلاه الظهر ما دمت لست من اهل وجوب صلاه الجمعه، فهو يصلي الظهر وما يصليش وراء لا التلفزيون ولا الراديو.